لوحدك يا نينجا. وصلنا عند محلات جمبر الحلاوه اللي هو يسمونه بين قوسين زنجباري، وجايين من على قولتهم شارع البدية وبس نتريق ونريد نواصل على الجوله الى المطار. وش رايك اليوم في ابداع الشباب؟ ابداع ما شاء الله، كانت السرعه 30 ما تغيرت، واشوف ما شاء الله كلهم مجودين، وواحد بس تغير لانه يقول ما نام الليل. هذا اكبر خطا، انه اذا ما ينام يواصل للصبح، هذا اكبر خطا، دليل على انه شفنا واجد ورا فما يقدر. ابو احمد اليوم ابدع كله قدام حبيبي، انت حبيبي اللي ربي. فان شاء الله نتمنى من الشباب اللي يبون يطلعون جولات الصبح انهم ما يسهرون ويسوون كونتاكت ليل وصباح، فهاي شوي مشكله. موفقين.